وشوشة. تامر امين بعت لي الدعوه قابلني يعني ادهالي بس والدعوه اهي الدعوه اهي جولد في اي بي وراوت الافتتاح اهي وانا قدمت فيه بلاغ النهارده الحقيقه رقمه 1490 6 اكتوبر نتمه في الصف والقص مع انه جاب لي الدعوه بس وبيني وبين المحاكم بقى ليه نقد ليه؟ هو حتى لو نقروا ما يعملوا اللي عايزين يعملوه ينقروا زي ما هم عايزين ينقضوا انا طالما انا داخله بدعوه والقانون بيقول اي حد معاه دعوه يدخل وبعدين مش فاهمه يعني نفسنا ليه يعني واحده جت مهرجان اللي حصل ما ستات كتير اهي هل دول كل دول ممثلات؟ هل كل دول جايب دعوه من اداره المهرجان نفسها؟ لا طبعا انا يعني حابه المهرجان وان شاء الله احضر كل مهرجان بس واتمنى طبعا يعني يتطور اكتر من كده مع انه حلو جدا وانا هو عاجبني الحقيقه انا مش شايفه حضور نجوم كتير مش عارفه ده بسبب هم بيقولوا ان احنا ما جالناش دعوات او جالنا دعوات متاخره ما اعرفش ظروفهم ايه بس كان لازم يحضروا حتى لو ما جالهمش دعوات لان دي ده مهرجان مصر يعني في مسلسل في رمضان ان شاء الله اسمه باربي الشعبيه شعبي كوميدي اهو ضحك اهو قبل ما يشوفه وشوشة الموقع الفني الأول في مصر رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل الإشراف العام أحمد الهواتي www.washwasha.org